السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة بكل ما فيها تقف دائما على حد الوسطية بين اتزان معنى وضده من حب وكره وحق وباطل وعدل وظلم. قالت السمكة للبحر: لن تستطيع أن ترى دموعي أبدا لأنني في الماء. رد البحر قائلا: لكنني أستطيع أن أشعر بدموعك لأنك في قلبي. وهكذا نحن، لا يشعر بنا غير من نسكن قلبه بصدق. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل: يا الله عوضني خيرا. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطل في سيارتك، تأخر في استيقاظك من نومك، مرض في جسمك، ضيق مفاجئ يمنعك من الخروج، رفض زواج، عدم القبول في وظيفة، تأخر في الإنجاب وغير هذا الكثير. تذكر فقط: لو فتح الله لنا الغيب لسجدنا شكرا على أمور حجبها الله عنا. فالحمد لله دائما وأبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.